تصبحوا على خير يا جماعة، أشوفكم بكرة. تلاقي خير، مع السلامة يا سليم. تيجي متأخر. سليم، شو مالك واقف بترجف؟ تهوشت مع حدا؟ وين الأولاد؟ الأولاد نايمين. اسمعي، فوتي وسكر الباب بالسكرة، ما تخليش حد من الأولاد يطلع يلعب برا، تفهمي؟ الله يهديك، شو اللي قاعد بتقوله؟ جاي يا حرمة، اوعي تقربي مني او تلمسيني، مش شايفة دمي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو اللي جرالك الليلة يا رجال؟ اللي جرالي ما جرى لحدا، في كلب في الحارة
حظني، وانا خايف هالكلب يكون مسعور. انت فاهم شو بحكي؟ انت صاحي؟ انا صاحي صاحي يا بنت الاوادم صاحي، اكيد بعرف كيف بيكون الكلب المسعور للكلب نظيف. اسمعي انت، اعمل اللي قلت لك عليه وبس، فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه سليم. اجيب لك مية تبل ريقك. هاتي خير يا محمد، بشوفك مستنفر. غصب عني يا دكتور، في قضية صعبة. خير إن شاء الله. سليم في إشي؟ بيقول إنه في كلب مسعور عض في رقبته. إيش بتقول؟ كلب مسعور بقريتنا؟ أنت متأكد يا سليم؟ إحنا ولاد قرية يا دكتور، ومر علينا هيك شغلات. كلب مسعور بقريتنا؟ هيك بيقول. طيب ادخل يا سليم ادخل. وانت يا ابو حمد الله يعطيك العافيه، روح روح هسه عبين ما اتاكد منه ومن اصابته، مر علي بكره الصبح. اتفقنا. السلام عليكم. عليكم السلام، مع السلامه. خير يا سليم؟ ايوه، اكشف على رقبتك اشوف. كلب قد الحمار، ملعون هالوالدين، ما نقى غيري في هالقرية تيعظني. بسيطة يا سليم، الله يكون بالعون. خير يا عادل؟ الظاهر انه في كلب مصاب بدائل كلب داير بالقرية، وسليم اول ضحاياه. والعمل يا عادل؟ زينب، داء الصراع هذا مشكلة الا اذا عالجناه بسرعة. لازم نعزل سليم في غرفة خاصة. ايش؟ بدكم تعزلوني؟ يعني بدنا نداويك في غرفة خاصة لمدة 48 ساعة، وان شاء الله بتتعافى بعدها. معنى هالحكي اني بدي اظل عندكم يومين؟ لا ان شاء الله انك بتكون غلطان، وبتكون الصبح ان شاء الله معافى. ان شاء الله يا دكتور، بس بدي اياكم تطمنوا ام العيال. ولا يهمك، بكرة الدكتورة زينب بتروح وبتخبرهم عيالك. تفضل معي. ليش بتسوي؟ بفتش على الأمصال. إحنا ما عندنا أمصال يا دكتور. أنا عارف إنه ما في عندنا أمصال. الطلبية صار لها 6 شهور في الصحة، والمسؤولين شبعوا لي مواعيد. وأنت عارف القرية بآخر الدنيا. وافرض بآخر الدنيا، أنت عارف إنه هاي الأدوية مهمة جدا للقرية. المهم هذا اللي صار. وهسا شو بدك تساوي؟ والمريض اللي جوا شو نعمل له؟ وهذا اللي محيرني يا زينب. احنا ما بنقدر نتاكد انه مصاب غير بكره اذا ظهرت عليه علامات الصرع. على كل حال جهزي له ابره مخدر خلينا مرتاح. حاضر، الله يجيب العواقب سليمه يا عادل. اللهم امين. يلا بسرعه يا دكتوره عشان اغير وعيه. إذا الأمصال ما وصلتنا خلال 24 ساعة
مشكلة. جاني ابو تركي ليله امبارح بقول لي غنمات وهجم عليهم كلب مدريدي. غنمات ابو تركي؟ ايوه. هسا تاكدت انه سليم مسكين على حد؟ مريض وحالته بالويل. اسمع. نعم. بتروح بتامر ابو تركي امر انه يحرق غنماته كلها، سامع؟ يحرق غنماته؟ ايوه يحرقهم كلها. وبعدين بتبرق للمقاطعه وبتحكي معاهم بالهاتف بتقول لهم يبعثوا لنا فرقه قناصه بسرعه. فرقة قناصة؟ أيوة يا أبو حمد بسرعة، وخليهم يقتلوا كل كلب وكل بس في القرية ويحاصروها مليح ليل نهار. طب وانت ويش بتوصي كل هالوصايا؟ انت مسافر؟ ولا مسافر ولا إشي، بس بدي أخذ سليم على المدينة أعالجه أو على أقرب قرية. تعرف ليش أبو حمد؟ لا. لأنه ما عندي أمصار ضد الكلب، أنت فاهم يا أبو حمد؟ أيوة فاهم، وهسع بروح أحكي تلفون معه. الله يبارك فيك، اسمع. نعم. بتروح بتخبر أهل القرية، بتقول لهم يضبوا حلالهم وولادهم، ما حد يطلع منهم بالليل، سامع؟ سامع. السلام عليكم. مع السلامة يا عمر. ايوه دكتور. جهز لي السيارة بسرعة. خير ان شاء الله. بدي اخذ سليم على المدينة. تاخذ سليم على المدينة؟ ايوه يا عمر. انت جنيت يا دكتور؟ ايش بتقول؟ انا اسف دكتور، عفوا، بس يا دكتور الرجال واصل معاه، صار خطير جدا. شفته دكتور. انا الصبح حاولت ادخل عليه واقدم الفطور، كان هجم علي. الظاهر انه لعاب الكلب كان قريب للدماغ، لان العضه في ركبته مش في ايده او اجره. طيب هات بطانيه وحبل والحبل بسرعه. Thank you.
اترك السيارة يا عمر. يا دكتور البنزين اللي معانا يا دوب كفينا للمدينة. معلش بنعبي من أقرب قرية. يا سلام يا دكتور لو أهل القرية كلهم مسلحين كان قدروا دافعوا عن أنفسهم. والله معك حق، إلنا وإلهم الله. يلا يا أخوي عمر يلا نمشي. خير يا ابو حمد؟ حاولت احكي مع المقاطعه ما ردوا علي، الظاهر انه الجهاز عطلان. والله هذا اللي كنت حاسب حسابه. الا الله يا ابو حمد، ما غير دير بالك على القريه. مودعين بالله. يلا السلام عليكم. يلا يا عمر. بس شد شوي انت. صرنا نص ساعة طالعين من القرية، يا خوفي نقعد أربعة أيام في الطريق. لا إن شاء الله الليلة بنصل، كلنا 450 كيلو متر. عمر، ليش اللي واقف بطريقنا؟ قرب قرب يا عمر خلنا نتأكد منه، قرب. مالنا وماله يا عادل، كلبه قاعد. بس بس عندك. الحمد لله على سلامتك يا عادل. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا دكتور. بس لو أننا ما حرقناش الكلب وضيعنا شوية هالبنزين. كان لازم نحرقه يا عمر، وإلا بينتقل الوباء من هون للقرية. أسرع يا عمر خلينا نوصل المدينة بسرعة. يلا يا خشد حيلك يلا. إن شاء الله يا دكتور أنا مش قادر أتحمل، خلينا رزقي يشرب مي. أوعى يا عمر، أخطر شيء على المصاب بالكلب أو المسعور إنه يشرب مي، لأنه ساعتها بينقلب من إنسان عادي إلى وحش كاسر وبتستفحل جرثومة الكلب فيه. عمر إذا تعبت من السواقة خليني أريحك. لا لا أبدا يا دكتور، أنا حتى بستمتع بالسواقة. لعاد ناولني قربة المي من عندك. لحظة يا عادل،
ايش في؟ في دم على ايدك. دم على ايدي. ايش في؟ ليش وقفت يا عمر؟ هذا الدم نتيجة جرح. يعني اكيد الكلب المسعور هو اللي عضك. معناته عمر، عمر ارجوك اهدى. انا ما زلت الدكتور وانت الممرض. حاضر دكتور. عادل انت متاكد انه الكلب هو اللي عضك؟ زينب ارجوكي هدي اعصابك. انا هسه مريض ومصاب بداء الكلب، واسمع اللي بقول لك عليه كويس. ارجوكي راقبيني كويس واحذري تعطيني اي قطره مي حتى لو ترجيتك. وانت يا عمر عليك انك تسوق السياره باسرع ما يمكن حتى نصل المدينه في اقرب وقت. كيف بدك اياني اسوق السياره وانت عدم المؤاخذه مسعور؟ طيب عشان تضمن حياتك وتضمن سلامتك انا رايح اقعد ورا. وانت يا زينب خذ المسدس خليه معك، اذا شفتي عيوني احمرت ولعابي سال او اذا صوتي صار يشابه صوت الكلب طخينه لا تترددي، لاني ساعتها ممكن اصير خطير وافتك فيكم انتوا الاثنين. سامعه؟ انا قلت لك انسي اني زوجك وانك زوجتي وتذكري اني مسعور وممكن اتحول الى وحش. مش معقول. سوي اللي بقول لك عليه. يا ريتنا ما طلعنا من القرية ولا صار اللي صار. أنا طبيب واجب الإنسان بيفرض علي إني أقدم حياتي من أجل غيري. يلا يا عمر يلا قبل لا يصير العقل شيء. امشي يا عمر. أمرك. لا تنسي تسوي اللي قلت لك عليه. الأشخاص اللي يعانون من حساسية الأسنان ممكن يكون عندهم أيضا مشاكل باللثة. سنسودين للحساسية واللثة هو خيار مناسب بمفعول مزدوج يساعد في الحماية من الحساسية وتحسين صحة اللثة باستهداف البكتيريا في أصعب الأماكن. أنا أنصح فيه لأنه فعال. ماما عندها لمسة سحرية، حين تلمس الصدر تروح على الكحل، يروح على الخشم المسدود. ليس سحر، إنه فيكس فيبر راب، يحتوي على زيت شجرة الأوكاليبتس لتخفيف السعال والمنثول لإزالة احتقان الأنف. ليلة نوم هادئة مع فيكس فيبر راب. ألم بيجي فجأة مثل كهرباء. هذه حساسية الأسنان، عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. الأشخاص اللي يعانون من حساسية الأسنان ممكن يكون عندهم أيضا مشاكل باللثة. سنسودين للحساسية واللثة هو خيار مناسب بمفعول مزدوج يساعد في الحماية من الحساسية وتحسين صحة اللثة باستهداف البكتيريا في أصعب الأماكن. أنا أنصح فيه لأنه فعال. الألم أول شكوى، لحين ما تلاقي اللي يخفف عنك الألم. بس هذيك اللحظة اللي تبدأ تشعر فيها إنه أخيراً خف منك الألم، هي نفس اللحظة اللي بتشعر فيها إنك رجعت لطبيعتك
زي في أي يوم طبيعي. إذا كان ألمك خفيف أو متوسط، تخفيف الألم يبدأ ببانادول. ألم بيجي فجأة مثل كهرباء، هذه حساسية الأسنان. عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. بعدين يا جماعة البنزين قرب يخلص. أنا بذكر إنه في عربان على الطريق، ميل عليهم يمكن عندهم بنزين. كيف حالك هسا يا عاد؟ ريقي ناشف من العطش، بس ما تعطوني ولا قطرة مي. يا ريتني أنا ولا أنت يا عاد. سلامتك. المهم إنه نصل المدينة بسرعة. هينا قضينا يوم كامل ما مشينا 100 كيلو. الله يعيننا على باقي الطريق. أنا خايف بكرة تزداد الجرثومة معي. ربطوني بحبل وشدوني على الكرسي اللي أنا فيه. يا جماعة أنا شايف ضوء من بعيد هناك. عادل عينيك بدو في الاحمرار. هي شو ماله؟ لا تخاف يا عمر، هذا من أثر السفر. وين الإرادة وقوة الأعصاب؟ تعرف يا دكتور، هذا أصعب موقف مر علي بحياتي. قربنا من الضوء. يا فرج الله، يا فرج الله. السلام عليكم. هلا هلا، حياك الله، الله جابكم وجيتوا يا الأخو. خير إن شاء الله. سيارتي خربانة يا أخو، وحرم تودها تموت من الوجع. أنا داخل على الله وعليكم إنكم تأخذوها للمستشفى. مستشفى؟ بس يا عم إحنا معانا رجل مريض، ما بنقدر نأخذها معنا في السيارة. اسمع اسمع اسمع، ودك تأخذها غصبا عنك. الحرمة متعسرة بأولادها وذبحها الوجع، تفهم؟ وليش ما جبت لها الداية؟ أي إحنا منين إن الداية وإحنا مقطوعين بهالصحراء مثل ما تشوف. أقول يا الربع تساعدونا ناخذ الحرمة للطبيب بالمدينة يدويها ولا يطببها. طيب يا عم ذوب هالمسدس ذوب. اسمع خلينا شاور الدكتور والدكتورة. دكتور ودكتورة؟ يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. استنى شوي، شو رأيك يا دكتور؟ احنا لازم نصل المدينة بسرعة. يا عمر انا طبيب ومن واجبي انقاذ هذه المسكينة، شو رأيك يا زينة؟ اللي تشوفه يا عاد. يلا يا الربع، حرم تودها تموت. يلا يلا يا أخوي، هسا الدكتورة تشوفها وأنا بساعدها. وانت بهالحالة يا عادل؟ بعين الله يا دكتور، بس أنا خايفة تكون بحاجة لعملية والأدوات اللي معنا ما بتكفي للعملية. توكلي على الله، ما هو لو الرجل راح معنا للمدينة هو زوجته، يمكن أنها تموت بالطريق، ويمكن أنها تموت قبل ما نصل. اللي تشوفه يا عادل. قول يا الأخو. خير. عندك مي مغلي ومناشف معقمة؟ معقمة؟ طيب تفضل قدامنا خلنا نشوف شلون حالة المريضة. يلا يلا تفضلوا تفضلوا. تفضلوا تفضلي يا دكتورة تفضلي. يلا يا اخوي انت روح اغلي لنا مي وجيب لنا مناشف بسرعة. اي والله اي والله هسع. عادل حالتها متعسرة ولازم لها عملية. طيب يا دكتورة توكل على الله. وانت كيف هلا؟ لساتني كويس. بسرعة يا دكتورة ادخل. Thank you.
يراقب حركاتي. يعني الحمد لله اللي اجت العضه في ايدي مش في رقبتي. انهزم. ليش تخف؟ انت ما تعرف ان الكلب عزيز وغالي على راعيه؟ سامحنا يا معز بالخير، هالايام في مرض منتشر بين الكلاب، وعمر يمكن ما قدر يتحمل شوفته. والله لو لا معكم، والله غير اخليه يعرف شلون يطخ الكلب. ما نخليها ضب سلاحه، ضب سلاحه، ضبها السله. ضب يا اخو ضب. كان لازم اطخه يا دكتور، كان لازم اطخه. بسيطه يا عمر، بسيطه. عيب على الرجل يضعف. انا اسف يا دكتور. صح صابي باظت. يعني هو قليل اللي صار معنا؟ انتم وش اللي صاير معكم؟ هو اللي انهزم هذا وش بلا؟ ما في شيء يا معز بالخير. الله يخليك جيب لنا هالمي بسرعه، خلنا نمشي. وين تمشي؟ والله علي الجيره لو يصير شيء بهالحرمه، والله غير براسك وراسه وراس الحرمه اللي جوا، تفهم؟ يا رجل لا تهددنا، احنا ميتين سلف. ما غير خلصنا بهالمي السخنه، الله يرضى عليك. يلا يا اخوي. زين، صار خير، صار خير ترى. وانت يا عمر روح اقعد عند السيارة بسرعة. وهذا المية يا دكتور، تفضل. بارك الله فيك. أظلي عندك هان؟ لا لا، ما في داعي. لا عاد أقف على الباب. أنا على كيفك. لا تحط ايديك في المي. لا تخافي، ما بستعمل ايدي مجروحة. ولد يا معز بالخير، ولد. الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير. افوت عندكم؟ لا 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 تفوت. يا فرج الله القريب، يا فرج الله. خير؟ شو اللي صار؟ ولد، ولد. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، مبروك.
الله يبارك بعمرك يا خوي الرحمن. اقول يا طال عمرك، هم وش يساوي جوا؟ يمكن يقطبوا في الجروح بعد العملية. عجيب يا رجل، الله يعين النسوان ويعينهن. تدري لو اني حرمة يعلم الله اني ما فكرت اخلف من مرة. ايه اقول طال عمرك، هو الرجال اللي لازم هذا وش بلاه؟ ده اقول لك، ها ترى هذا الرجال انهزم اصبح خطير جدا. خطير كيف؟ شوف، هذا مصاب بداء الكلب. اي يعني لو لاقى واحد وعضه بصير مريض زيه. يا حول الله العظيم. وهسع وش ناويين تساو؟ احنا بدنا نحاول نبلغ الشرطه عشان يمسكوه، وانت عارف عشان ما يذيش حدا. زين زين والله زين، ما تساوي يا اخوي. طيب ضب سلاحك وطالع اعطينا شويه بنزين. لا بالله، عقب اللي علمتني عن هالرجل سلاحي ما ضبه. البنزين عند الرفة، تعال اعطيك اياه وانا اخوك. روح معي. وين عمر؟ انا عارف وين. جيب لي بنزين يا دكتور. يلا يلا بسرعه. وين رايحين؟ حد الله ما تمشي غير تتعشى يا رجل. لا اله الا الله، ما قصرت اخوي، بنروح. وين تروح يا رجل؟ ما تقهويت ولا كليت ولا شربت، وما يصير. بارك الله فيك، كان بدنا نشاركك الفرحه، لكن يا اخوي ما عندنا وقت. لا عاد خليني احب خشمك يا اخوي. لا يا اخوي لا لا، لا تقرب. ايه وش بلاك يا رجل؟ السلام عليكم، الله يعطيك العافيه. يلا يا عمر. يلا. ايه ايه شكرا. هذول مهابيل، وش بلاهم؟ علامهم مضوب. قدرنا نساعد هالحرمة المسكينة، بس ما قدرنا نساعد سليم. خسرنا إشي وكسبنا إشي. ما باليد حيلة، شو منقدر نسوي له؟ أنا بقول لازم ندور عليه، ما أظنه بعد. ضل معنا إبر مخدرة يا دكتورة زينب. إبرة واحدة. طب لف يا عمر، لف، خلينا نفتش عليه. نعم؟ إيش بتقول يا دكتور؟ بقول لف، خلينا نفتش على سليم ونأخذه معانا على العاصمة. يا عمي شو هالورطة اللي ورطناها؟ اي انا بستاهل ونص. ابوي قال لي يا ولد ما بدك هالشغله، ما رديت عليه. بدي اصير ممرض. ساعه سودة. شو مالك يا عمر؟ سلامتك. هالساعه انت مش تهتم بنفسك، احسن ما تضر لي ولا سليم هذا. امشي بس عاد، لا تكثر حكي. أشوف أفق الصحراء. ليش؟ لأني وين ما اطلعت ما بشوف غير بحور مي قدامي. يا عم شو بحور المي؟ أنت لمسني يا دكتور، بحور مي. أنا مش شايف غير صحراء بصحراء. هذه من انعكاسات الزوايا اللي في الأفق، عشان هيك أنا بشوفها سراب يا عمر. لو هالسيارة هاي تتحول لطيارة
كان زمان وصلنا المدينة. الصبر طيب يا عمر. من الذكاء انك تتصرف بالامكانيات اللي بين ايديك وتنجح. اروع ما فيك يا دكتور انك بتضلك قوي رغم كل الظروف، حتى رغم الظروف هاي اللي احنا فيها. القوة بتنبع من الايمان يا عمر، مش هيك يا زينب؟ عيونك محمرة يا عادل. من قلة النوم. لا تخافي يا عزيزتي. ان شاء الله يا عادل، ان شاء الله. عادل، تذكر يوم زواجنا؟ طبعا، كان يوم من ايامنا الرائعة. كنت يومها قوي ونشيط مثل ما انت هسا. مقبولي مجاملتك. قديش صار انه متجوزين؟ لحقت تنسى؟ سنتين. كأنه قبل اسبوع. الايام الجميلة بتمضي بسرعة يا عادل. انا اسفة جدا يا عادل لاني مصوب المسدس بوشي. ولا يهمك، ومن الحب ما قتل. قديش انت طيب يا دكتور عادل، وما بتتغير، لان طيبتك نابعه من الاعمال. نشكر الله على كل حال. شوفوا شوفوا. طب قرب يا عمر عند المي شوي. ايش في؟ مي يا دكتور، مي. بدي انزل املي المطرة. انزل يا زينب حتى تشربي. وانت يا عادل؟ ما عليك مني، انت انزلي بس وغسلي وجهك من غبار الطريق. بس انت يا عادل. بس انزلي انت وتوكلي على الله. اعطيني المطر. تفضل. أنا تعبان وحالتي سيئة جدا. مش عيب عليك يا عمر، من أول امتحان كنت بدك تطخني. بدك الصحيح يا دكتور؟ أنا مش فاهم شيء، مش فاهم شيء. طيب، في معانا حبل؟ في السيارة. طيب يلا يا اخي اربطني بسرعة. عادل ارجوك ابعد عني. انا اسف. كيف شعر هلا؟ عطشان، ميت من العطش. انا ما نبهت عليك اكثر من مرة ما تعطيني مي. انا اسف يا عادل، انا نسيت نفسي مش عارف شو اسوي. دكتورة زينب المسألة بدها جزم. يلا تفضلوا. Thank you.
بسرعة يا عمر، اربطني وشدني على هالكرسي. بس يا دكتور لكن قلت لك لا تخاف مني، اربط ايدي وشد. خذ منه الحبل يا زينب، حاسه برتعش. حاضر. ايوه شدي لا تخافي. صحيح انا تعبان مرهق، بس انا ما زلت بكامل قواي العقليه. باقي على مفعول السعار يوم واحد حتى يصير في جسمي. هيا شد شد اربط كويس. صدقيني ما راح اذي اي واحد منكم مهما كان وضعي. اشد كمان؟ ايوه ايوه شد معاها يا عمر، يمكن انت اقوى منها. حاضر حاضر. لا تاخذني يا دكتور، لا تاخذني. ولا يهمك، انا طلبت منك هالطلب. يلا يا عمر بسرعه. قاعدة بتزيد. الله يعينه يا دكتورة، من العصر هو على هالحالة، بتروح وترد ترجع له. جبار هالرجل، عانى كثير. يعني احنا كمان عانينا يا دكتورة. انت خايف منه يا عمر؟ لا يا دكتورة انا زيك خايف عليه، وعدم مؤاخذة خايف منه كمان. ما كنتش عارف انه غالي عندي لهالدرجة. خليكي شجاعة يا دكتورة، خليكي زيه. أنا والله ما شفته شبيه. شفت شو سوى لما نسيت نفسي وناولته قربة المي؟ أسأل الله إنه نصل المدينة قبل ما يسفح داء الكلب فيه. تقدرش تسرع أكثر يا عمر؟ يا ريت يا دكتور، ما أنت شايفي الأرض وعرة والسيارة تعبانة. أول أمور الله خيرك يا دكتورة، ابعدي بوز هالمسدس عن وجهي.
عفوا يا عمر، انا بطلت اتمالك اعصابي، يومين بدون اكل وبدون نوم، مع خوفي الشديد على عادل، خوفي من الموت. ايش يا دكتورة؟ عادل عم بفك الحبل. ايه؟ دكتورة وين المسدس؟ يا عمي وين المسدس؟ ايش مالكم؟ ليش خايفين؟ الحبال. شو مالها؟ شو مالها؟ انت فكيتها؟ هذا لأنكم ما ربطوني كويس، كان الخوف مسيطر عليكم لما ربطوني، ومع الحركة انفك الحبل. وعينيك عدم المؤاخذة شكلها بخوف. وعينيكم انتو كمان تخوف، هذا من التعب والسهر. بعدين أنا أعطيتكم المسدس حتى تستعملوه في الوقت المناسب، مش أقل حركة طخوني. أنا آسف يا دكتور، أنا ما قصدت أبداً. وأنا تعبت يا عادل، وأنا حاملة المسدس وبراقب بحركاتك عشان أطخك، تعبت. أنا عارف إنك تعبتي، وعارف إنك بحاجة للراحة، لا تلومي نفسك، هذا شعور طبيعي. آخ، مليح اللي أنت دكتورة وعارفة معنى السهر والتعب والصبر. ولزاد الطين بلة انك موجه المسدس لراس جوزك، وهذا اشي لا يمكن انها تتحمل امرأة. انا ما بلومك ابدا يا عزيزتي. ما بتعرف قديش بعاني يا عادل. معلش يا دكتورة، في اخر الشارع هذا محطة بنزين، هناك بتنزلي بتتريحي وبتغسلي وجهك، وانا بعبي تنك البنزين. دكتور، ممكن من هون نوصل محطة البنزين، إذا الدكتورة تبعت المسدس عنك فيها خطر يعني؟ معلش، ابعد المسدس زين. أنا حالتي هسا أحسن شوي. يعني يا دكتور ما في داعي نربطك بالحبال؟ لا لا ما في داعي، لا تخاف. وانت يا عزيزتي بإمكانك تستريحي حتى نصل محطة البنزين. عمر، إذا شعرت وأنا بحكي معاك في الطريق إنه صوتي تغير، فمعنى هذا إنه حالتي بدأت تسوء. هي وساعتها شو سوي؟ ايش في يا عمر؟ انفجرت عجلة مع عجلات السيارة، لكن الحمد لله اجت سليمة. معك عجل احتياط؟ اه في يا دكتور. طيب شو بتستنى؟ ركبوا بسرعة. حاضر. عمر، قبل ما تركب العجل تعال ربطني بالحبال. طيب يا دكتور، انا بركب العجل وخلي الدكتورة تربطك. انا ما ظل عندي اعصاب، ساعدوا ارجوك يا عمر.
شو يا دكتور؟ حاسس انك يعني صرت خطير؟ يعني طيب اعطيني ذيك الله يخليك لو سمحت. شد يا عمر شد. هيك ولا اشد اكثر؟ بس اياك اختنق. لا سمح الله يا دكتور، هو في عنا اغلى منك؟ الله يبارك فيك. روح يا عمر ركب العجل بسرعه قبل ما يفوت الوقت. حاضر يا دكتور. خير يا دكتورة، ليش تركت الدكتور عادل؟ ميتة من العطش يا عمر، مش قادر أشرب قدام. ما أنا زيك هلكني العطش. طيب كيف بدنا نشرب؟ طيب خليني أركب هالبرغي بعدين بروح أجيب مطرة المي. بس اوعى يشوفك. حاضر. وبعدين أنا راح أتجنب. البلد زي المقبرة، الدكتور راح وما رجعش، أنا مش قادر أفهم شيء، هو الكلب جنني؟ وينك يا كلب؟ وينك يا كلب؟ خذ لي معاك لا تخلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش معقول، ايش بجنن؟ ليش وقفت يا عمر؟ أكيد في عجلة بنشرت. آخ أنا تعبت يا جماعة، بطلت أتحمل. دكتور مصاب بالكلب، في كل لحظة نتوقع أنه يتحول إلى صعور أو متوحش أو مفترس. يومين بليليهم ما غبنت الجفن، أنا مش قادر أتحمل. بطلت أشوف الطريق وأنا بسوق فيها السيارة المهترية. عمر، أنت انجنيت؟ ناخذ مفاتيح السيارة. ادخلوا المدينة لحالكم. أنا زهقت من حكاية الصرع هاي. يا عم أنا بدي أرجع للقرية. بدي أنام. بدي أرجع لزوجتي وأولادي. أنا مليت من التعب. مش قادر أتحمل. ارجع يا عمر. مش معقول تتركنا. أنا بعرفك رجل شجاع. أنا ما بقدر أستمر معاكم. أنا بدي أرجع للقرية. بدي أرجع لزوجتي وأولادي. أرجوك يا عمر، إحنا بحاجتك. ما ظل قدامنا غير أكم من ساعة. عمر، أنا أخوك المريض. أرجوك ساعدني. مش عشاني، عشان أهل القرية. إذا أنت بدك تهرب مين بده يصمد يا عمر؟ لو كانت المشكلة مشكلتي بس، لزمان صرت اعوي مثل كلب بجرة بعيون محمرة والعاب وسايل. لهجمت على نبع المي مشان اطفي السعار اللي ببلها في دم لهب. لكنت هسه جيفي في زاوية من زوايا القرية. لكن مش عشاني، عشان اهل القرية. افرض انه مرتك ولا ولد من اولادك مصاب يا عمر. ولادي؟ ايوه اولادك، ولا نسيتهم؟ لا يا دكتور، التعب والسهر فقدني اعصاب. اخ الله يساعدنا. انا ايش اقول انا بس؟ انت انسان عظيم يا دكتور، في حين الانسان تافه. الله يهديك يا عمر. يلا يا اخوي، يلا اطلع. يا دكتور احنا بدنا عجل بدل اللي بنشر. ما لنا غير نستنى سيارة تمر حتى يساعدونا. الله يهونها علينا، لأني بديت أحس بدوار عنيف. اصبر يا عادل، ما ظل غير القليل. ومين بده يستغني عن عجل الاحتياطي في هالصحراء؟ أولاد الحلال كثار. طب يعني بدك تظلك مربوط هيك؟ لا لا، فكوني لأني حاسس بتعب. وانت يا زينب كوني مستعدة لمواجهة أي احتمال. طيب دكتور، خليني أنزل أنا أشوف الطريق. توكل على الله. تعبان جدا، لا انا قادر افتح عيوني ولا قادر اغمضها، لا قادر اشرب ولا قادر اظل عطشان، لا قادر اتحرك ولا قادر اهدى. صدق من سماه السعار. Thank you.
الحراره جايه علينا. الحمد لله. ان شاء الله انهم يساعدونا. لابد يساعدونا، الناس في الصحراء اخوه. اشر لهم بايدك يا عمر. انا اشر لهم؟ بدي اوقف لهم في نص الطريق. خير ان شاء الله، بشوفك واقف بنص الطريق. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ان شاء الله خير. يا اخوي احنا بدنا مساعدتكم. مساعدتنا؟ وكيف احنا بنقدر نساعدكم؟ اخوي احنا سيارتنا تعطلت. يا ساتر. الحجر وراني بنشر وما في معنا عجل احتياطي. احنا في امس الحاجة للمساعدة. وين انتوا رايحين؟ اخوي نحن رايحين للمدينة نجيب دواء نعالج فيه اهل القرية الخضر. ايه. انت مش عمر الممرض اللي بالقرية؟ ايوه يا اخوي انا عمر. خير خير، وايش في بالقرية؟ وايش اللي صار بيها؟ في كلب مسعور عض سليم. اي سليم ما غيره؟ سليم ما غيره. ايه. وعشان نحمي هالقرية من هالوباء الخبيث جينا انا والدكتور عادل وزوجته الدكتورة زينب بنروح للمدينة عشان نجيب مصل ونطعم في اهل القرية. الدكتور عادل معاك في السيارة؟ اه معي في السيارة. تعال نسلم عليه. جيب لهم العجلة. اي تعال نشيله. حيلا الدكتور عادل. عافية يا دكتورة. اهلا. اهلا وسهلا. احنا اسفين لازعاجكم. العفو يا دكتور، هذا واجبنا. الله يبارك فيك وحيك. الله يخليك. ترى يا دكتور معانا مي وزاد اذا ودكوا. جزاك الله خير. لا معانا كل شيء. ها شكرا. وين راحت الناس؟ البلد فاضي كانها مقبره. الدكتور راح وما رجعش. انا خايف انه هالكلب يجنني. وينك يا كلب؟ السيارة جاهزة والحمد لله. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا شوفوا وجوهكم خير. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمع يا اخوي. تفضل اخوي. الله يبارك فيك. تخبر ابو حمد الشرطي قل له انه سليم انهزم منا وهو مريض. ويجيبوه باي وسيلة. يلا السلام عليكم. على راسك دكتور. مع السلامة. السلام عليكم. اسمع اخوي. اي طريق بعيد من هان الرئيسية. 10 كيلو ورا الجبل. بارك الله فيك. السلام عليكم. مع السلامة. يلا يا عمر. يلا يا اخوي. يلا يا دكتور. Thank you.
خير يا عمر؟ شو فيه؟ خلي انزل اشوف. يلا يا اخوي. انقطع سلك الكلتش. سلك الكلتش؟ نعم. وشو بدي يصلحه هسه؟ هذا بده لحام كهرباء يا جماعة. يلا يلا خلينا نتوكل على الله نمشوا. شو نعمل؟ نكمل مشي للشارع العام. يلا يلا. مشي؟ الله يعيننا.